ذهبت ميليشيا الحوثي وصالح منذ اللحظات الأولى لاجتياحها مدينة تعز إلى إسقاطها كمنظومة متكاملة. نجحت في بعض المناطق وتهيأت لها الظروف، فيما صعبت عليها مناطق أخرى، خاصة تلك المناطق الرابضة في عمق المدينة. لذا كان الانتقام منها كبيراً وحجم الدمار مهولاً وبفاتورة باهظة جداً. في قلب مدينة تعز يقع حي الأخوة، يشرف بشكل مباشر على شرق المدينة وغربها وشمالها وجنوبها. حي عرف في السلم قديما بمتنفس المدينة وواجهتها السياحية، إلى أن قدمت ميليشيا الحوثي وصالح، ليتحول على إثر ذلك إلى موقع استراتيجي ذو أبعاد عسكرية بحتة، يربط بين العديد من المواقع الأخرى، ابتداء من جبل جرة شمالاً وقلعة القاهرة جنوباً، وانتهاء بتبة الخوعة غرباً وتبة السلال شرقاً. حي راقي، يعني كمنتزه استراحات، ويتعايشون الناس يقولوا بالاستراحات الإخوة هذه، يعني مليان، كانت تمتلئ من السكان المواطنين من جميع أنحاء المدينة. كان حي يعني راقي، ما لا مشاكل، لا هدوء، كان حي راقي هدوء مطل على مدينة تعز، كان هكذا يعني مطل على مدينة تعز. حين سقطت المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية من مدينة تعز وتساقطت المواقع واحدا تلو الآخر، هنا شعرت الميليشيا بنشوة الانتصار وبدأت بالاقتراب أكثر من محيط الحي في كل من المالية والبريد ومدرسة الشعب ومبنى المؤتمر الشعبي العام، كونها تدرك الأهمية الحقيقية لموقع الحي التي سترجح كفة المعركة لصالحها. فقامت بشكل مباغت بعملية هجومية استطاعت من خلالها السيطرة على الموقع بشكل كلي، لكنها أي السيطرة لم تدم سوى بضع ساعات من نهار يوم واحد فقط. تم بداية الدخول بطاقم، وكان الشباب في المترس وقاموا مقاومة الطاقم، ولكن الطاقم عاد ولم نستطيع الدخول، فقام الحوثة بتحريك الدبابة الذي مضروب هنا كما ترون. دخلوا بدبابة بطاقم مدرع بعربة BMP وطعمين مليانين نفرد، فدخلوا على التمشيط يمشطوا يروحوا، ما يعني ما خوف كان فيهم، دخلوا مشطوا حوالي ربع ساعة أو ساعة إلا ربع نص ساعة. دمرت العديد من دباباتهم الذي دخلوا بها إلى هذه الحارة، فكانوا يظنون أنهم لن يجدوا مقاومة، ففوجئوا أنهم لقوا مقاومة، حيث فر العديد منهم وتعطلت عليهم دبابات كما شاهدتونهم في الشارع. الضرر انه كانوا بيسيطروا على مدينة تعز بيخملي، بيشمتوا بيدمروا بيعملوا المستحيل، لانه تبا مطل على مدينة تعز كلها وهي قلب المدينة تعز بالكامل. لو سيطروا على الحي كانوا بيسيطروا على أعظم محافظة تعز، لأنه كان بيسيطروا القصف على جبل جرة، لأنه جبل جرة كان مهم بالنسبة للحوثة، يريدوا أن يسيطروا عليه بأي طريقة. ثانيا كانوا سيسيطرون على حي الروضة وحي محافظة تعز بقوة. موسيقى
ولد انكسار ميليشيا الانقلاب من حي الأخوة حالة ارتباك في صفوفها تنامت على إثره حدة الحقد والانتقام، وقامت بعملية قصف مكثف من مواقع تمركزها في المنطقة الشرقية وقلعة القاهرة والأمن السياسي، مستخدمة فيه كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. قصف اتسم بالعشوائية المفرطة والهمجية المقيتة التي لم يسلم منه منازل السكان ومنشآتهم الحيوية ولا حتى دور العبادة. ضرب قوي دبابات بالهوزرات بالهاونات، ضرب عشوائي كان على الحي كله، منازل في البيوت فوق الفندق هذا فوق كل شيء، يعني عشوائي أكثر ضحايانا شهدائنا كانوا هاونات، ضربوا بالدبابات بالهوزرات بالهاونات بجميع السلاح بشدة بعنف، كان لنا نضطر إنه ما نقدرش نقزح هنا خالص لا نهار ولا ليل، حتى ليل وين طمطفي يعني ما تقدر تلصي حتى ولاعة، الخط هذا كامل. كانوا يضربوا ليل نهار من الحوبان ويضربوا من الجمهورية قبل تحريره، كانوا يضربوا لهذه الأماكن ودمروا الفندق كما هو مشاهد الآن. الآن إذا خرجت ستشوف هذا الدور الآخر كله منحطم نتيجة القذائف ونتيجة النيران الشديدة الواقعة عليها، وقذائف تصل للمنازل المواطنين باستمرار، ما فيش يوم نعدي كذا بأمان، لازم تسمعها قبل الليل. الميليشيا اللي يقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، لا بإيدينا سلاح ولا نذكرهم ولا لنا منهم شيء، ليش ضربوا الصواريخ هذيك اليوم عندنا؟ ليش؟ والله قرآن، والأستاذة حقنا حفظ الله كانت كل محاضرة تقول أقسم بالله ما شضرنا شيء، والمؤمن إذا أقسم على الله لأبر، وفعلا صاروخ كاتيوشا دمر البيت اللي جنبنا ونحن أصابنا كده شوية من الشظايا، الحمد لله، بس الحمد لله ربي سلام. لم تتوقف عملية الانتقام الميليشياوي عند حدود ليلة انكسارها، بل تواصلت بشكل يومي لاحقا، اضطر على إثرها السكان لمغادرة منازلهم والنفاذ بأرواحهم وأرواح أطفالهم تاركين كل أمتعتهم في أفيائها، رغم يقينهم أنها لن تسلم من نيران القذائف أو عمليات السلب والنهب التي أعقبت رحيلهم. أغلبهم 90% هربوا من هذا المكان ولم يعودوا إلا بعد سنة في 2018، أما من 2015 إلى 2017 أغلب الناس من هذه المناطق كانوا غير موجودين نتيجة القصف العشوائي التي تمارسه قوات عفاش وقوات الميليشيا الحوثية الموالية لإيران، ولم يبقي هناك إلا القلة الذي لم يجدوا إلى أي أماكن ينزحون، فكان هناك كثير من الذعر والهلع والخوف في المواطنين. أموالهم التي كانوا التي استطاعوا أن يأخذوها معهم أخذوها معهم، والتي لم يستطيعوا أن يأخذوها معهم بقيت، فمنها ما أتلف ومنها من أخذه الحوثي ومنهم ما سرق وهكذا. الوضع مؤسف عندما ترى أحد يخرج أو يهجر منزله ويقوم بجمع ما تبقى من أثاث البيت وكذا، وهناك ذعر وخوف وهلع وتشريد في الذهن، لا يجد إلى أين سينزح وإلى أي مكان. وكنت عندما تشوف أمامك يمرها المواطنين أو الساكنين في الحي وهم يحملون أمتعة المنازل نازحين، فكنت تشعر بالحزن والأسى على هؤلاء المواطنين الذين تركوا منازلهم وتركوا حيهم وهم قاطنين منذ فترة ومنذ سنوات في هذا الحي، فكان هناك نوع من الحزن تشاهده على وجوه المواطنين. كانوا يعني مهسترين بشكل فظيع، يعني أعتقد أن اليهود والنصارى ما يعملوش عملهم، بحيث أنه كانوا يرقبوننا بكل أنواع الأسلحة فوق البيوت. نحن كنا حاجة اسمه نزح، هذه رافض الليل رفض تام،
بس هذيك الليلة قلنا ما العيشة ما تطقش لأنه الشظايا والقذائف كلها فوق رؤوسنا. خلاص استسلمنا للأمر الواقع، خلاص مشينا خرجنا من على أساس رحنا حيفان لمدة شهر على بال ما تهدى الدنيا. للأسف الوضع زاد قوي يعني، والنزوح مشكلة، وكنا لما نزحنا لهذيك المنطقة كنا ببيت ما في بلا طواق ولا في بيشي، بس نحن قلنا استحسننا الأمر ولا نحن نعيش بهذيك العيشة والرعب هذاك اللي ما يطاقش. فندق الأخوة الذي سمي الحي باسمه إحدى النماذج الحقيقية لحجم الدمار الذي لحق بهذا الحي، وهذه المشاهد لآثار الدمار والخراب تجعل المرء يعجز عن تخيل حجم القذائف والصواريخ التي صبت عليه من مختلف الاتجاهات. استمر القصف مستمر ذاك الليلة باستمرار، حيث أنه تم قصف الفندق وقصف إلى الجامع وقصف إلى المنازل، وحتى أنه في ذلك اليوم كان لم نستطع أن نطلع من الخط من كثرة الضرب والقنص، وكنا نتسلل عبر الأصغاط والطرق المدرجة داخل الحي، فكان انتقام بقوة أقوى من قبل. وكما تشاهد الفندق محطم، الذي يشوف الفندق يقول أنه ضرب بصواريخ أو ضرب طائرة، ولكن كل الضرب اللي بالفندق كله قذائف صواريخ من حق الحوثة، لدرجة أنه يحصل صواريخ لدرجة 20 صاروخ باليوم بالليلة. نرقد بالليل نقوم نقول ما عفش بلا حد بالبلاد، نجي نشوف الحمد لله الدنيا بخير، يعني الله سبحانه وتعالى حامي بلادنا بفضله وبرحمته. خلال بحثنا على التفاصيل الدقيقة المدفونة تحت الركام في فناء هذا المكان، بدت أمامنا كل الأبواب موصدة توثيقا وتعليقا، وبعد جهود مضنية نجحنا في اقتناص بعض التفاصيل المليئة بالمفارقات والملخصة لسلسلة طويلة من الأحداث، والصور المعروضة هنا تغني عن القول وتلخص المشهد برمته. إذا كان سيطروا على هذا المكان ستكون تعز كلها تحت السيطرة، ولن يستطيعوا أن يحرروا شبرا واحدا مما هو محرر الآن، لن يستطيعوا، لأن كان هذا المكان مطل على المدينة كامل كما تشاهدون. لا خلوا لا جامع لا بيت لا مستشفى، يعني ضايقوا علينا. بعدين فكروا يعني فكرة، أعتقد حتى اليهود والنصارى ما فكروا بإيش حصار. حالة منازل السكان لا تختلف كثيرا عن المشهد المنظور في فندق الأخوة، فكل شيء في الحي أصبح هدفا لنيران قذائف الميليشيا وألحقت فيه ضررا، ضرر لم يقف عند حدود دمار المبنى بل طال أجساد البشر وخطف أرواحهم، ازداد ذلك بشكل أكبر بعدما ضيقت تلك الميليشيا حصارها على من تبقى من السكان وأغلقت عليهم كل المنافذ أولا، وأقدمت على تبني عمليات قنص منظمة ثانيا، حصدت أرواح ما يقارب 40 شهيدا في هذا الحي بمفرده. كان يقنصوا من المالية، من المواصلات، من العمارة، هذا المدخس قسمين من هنا، من هذا المبنى، من الخزان هذا كوره، يعني كان قنص شديد من المناطق هذه كامل، ضرب مدفعية من داخل المالية، دبابات الوزارة الهاونات هنا، يعني كان حصار شديد. كنت هنا لا أستطيع أن أنزل حتى إلى التحرير نتيجة الضرب المستمر،
كنت من الجامع إلى البيت، لا أستطيع أن أنزل التحرير أو شارع اليمن نتيجة الضرب والاشتباكات بين المقاومة وبين الميليشيا الحوثية والميليشيا العفاشية. وظروف كان يعني صعبة جدا جدا، وحصار شديد علينا، ما نضطرش نحن ننزل كنا المركزي إلا نادرا كذا يعني مسابلة من الأزغاط ننزل. الشح شح وذعر وخوف، كان حتى أن الواحد إذا أظهر بكشافه يشاهد العديد من النيران كانوا لا يضوون في الليل نتيجة الضرب المستمر على المنطقة. من يوم ما دخل الانقلاب وتعز وكل حاجة أصبحنا وضع زي الزفت بصراحة، ما فيش حاجة نقولها نقول سواها حلوة ولا شيء، بتاريخهم تاريخهم أسود. شكل الصمود الأسطوري لموقع حي الأخوة نقطة تحول حقيقية في الحد من التوغل ومواصلة العبثية التدميرية لميليشيا الإنقلاب في مدينة تعز، فكان بمثابة الأرض الحقيقية التي تنامت فيها حركة المقاومة الشعبية لأول مرة في المدينة، ومنه امتدت عملية التحرير إلى مختلف الجبهات الشرقية والغربية. ولا زال ذلك الصمود يراوح فيه حتى اللحظة رغم القصف المكثف الذي تشنه عليه من مختلف المناطق المتمركزة فيها على أطراف المدينة. بالنسبة لحي الإخوة، حي مهم من بداية المقاومة الشعبية قبل تشكيل الجيش الوطني، لأن حي الإخوة كان الحاضن لأفراد المقاومة الشعبية ولقيادة المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، ومن حي الإخوة كان حاضن للأفراد وحاضن للقيادة، حيث انطلق من موقع الإخوة ومن حي الإخوة انطلق الأفراد وانطلقت القيادة لتحرير الأجزاء الشرقية من محافظة تعز. كان الإخوة هو الحي الصامد رغم قصف ميليشيات الحوثي ورغم الحصار الذي كان من قبل الحوثيين عن محافظة تعز، ولكن حي الإخوة كان حي له أهمية بالنسبة لأفراد الجيش الوطني أو بالنسبة لأفراد المقاومة الشعبية من قبل أن سكر الجيش الوطني. علامة فارقة في تاريخ الأحداث رسمها موقع حي الأخوة في مدينة تعز. صحيح أن تبعات الصمود كانت مؤلمة، لكنها شكلت فارقاً حقيقياً ونقطة تحول في قلب الطاولة وإفساد كل التوقعات التي جاءت بها ميليشيا الإنقلاب إلى هنا في بادئ الأمر.